تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو لتهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية اكد الرئيس الاوكراني تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركه بين البلدين على مختلف المستويات كما تلقى الرئيس اتصالاً هاتفيا من نظيره الكيني اوهورو كينياتا قدم خلاله التهنئه بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسيه حيث اكد حرص بلاده على تدعيم العلاقات المتميزه التي تربطها بمصر فضلا عن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين ازاء الموضوعات الاقليميه المختلفه